بسم الله الرحمن الرحيم. مرة تانية أعزائي المشاهدين محبي وعشاق قناة الأهلي الرياضية، عشاق نادي القرن الإفريقي النادي الأهلي، تحية من القلب أقدمها لكم معلقكم عزب الشربجي. ومرة تانية مع اليوم الثاني بقى لبطولة إفريقيا للأندية، وتسيد واضح طبعا كان من اليوم الأول للنادي الأهلي بفوز 3-0، فوز مستحق طبعا، ولسه البطولة ما دخلتش لسه زي ما قلنا في الأدوار بقى أو في الأطوار اللي مستنينا كده، من يبقى في منافس قوي عشان يحقق لنا المنظومة الصعبة وهي فوز الأهلي على الجميع إن شاء الله. النهاردة مباراة بتجمع النادي الأهلي نادي القرن مع إيه إس بوليس الإيفواري أو الشرطة الإيفواري، والشرطة كان نصيبه من أمس هزيمة في مباراته أمس 3-0، والنهاردة النادي الأهلي طبعا كان فايز بمباراته مع نيمو ستار الأوغندي 3-0، والإيفواري زي ما قلنا اتهزم من إسبواير الكونغولي أو الكونغو الديمقراطية 3-0. طبعا النهاردة المباراة ممكن تكون سهل ممتنع بالنسبة للنادي الأهلي، لأن برضو الشرطة الإيفواري ممكن تحمل ما بين كده جعبتها لاعب أو اتنين، ولكن في المجمل هو مش هيبقى فريق قوي بالدرجة، لأنه طبعا كان اتهزم بمباراة أمس إسبواير الكونغولي، وده طبعا مش مقياس، ولكن هنشوف بقى مع أحداث المباراة بالبنيان القوي للعيبة الإيفواريين من ساحل العاج طبعا بيتميزوا بالقوة الجسمانية المفرطة، ولكن احنا بنتفوق عليهم بالتكتيك العالي والمهارات العالية. طبعا دخلنا احنا بقى المباراة، هنقول لحضراتكم كده بالتتابع تشكيل الفريقين، وإن كان هيظهر النهاردة النادي الأهلي بزيه الأزرق، لأن طبعا مباراة أمس لعبها بالزي الرسمي للأهلي وهو الزي الأحمر، وزي ما احنا عارفين ان عبد الله عبد السلام رجع تاني لصفوف النادي الاهلي هذا الموسم، وتوج النادي الاهلي ببطوله الدوري، وفي انتظار بقى بعد البطوله الافريقيه كده تكمله لبطوله الكاس، ولكن احنا شايفين عبد الله مش بيبدا المباراه، وبيتهيالي حسام هو اللي بادئ. هتجينا بس الكاميرا عليهم كده ونقول لحضراتكم التشكيل ايه، وادي حليمه في الملعب في انتظار بداية اللقاء، وادي فعلا حسام رقم 12، حسام يوسف على اول ارسال ليه، وارسال كده برضو بريست الايد وتنزل نقطة مباشرة بقى تخدع ليبرو فريق الإيفواري دايكو. اعادة تاني هي للارسال في اول نقطة كده ليها في المباراة، يا ترى هيكون عنده حاجة الفريق الإيفواري يقدمها لنا النهاردة، ولا الاهلي هياخد المباراة من طرف واحد. وفي مركز اثنين كرة وادي دفاعات قوية لمحمد رضا، وترجع كده سهلة في ملعب الإيفواري، هنقول بقى الشرطة الإيفواري على طول، وتاني كده بريست ايديه وتنزل تاتش لاين يا محمد، فعلا حامل الراية بيشير اليها والحكم الاول بيأكد عليه. وادي بقى شكري في قلب الملعب رقم 16، شكري جويني المحترف اللي ما كانش لعب امبارح خالص ولا نقطة داخل اللقاء، ولكن طبعا بقى النهارده ممكن يكون الكابتن محمد شايف، الكابتن ميدو مشلح شايف ان هو يدخله في الاجواء من بدري. وادي كره كده لشكري بيتمطع ويضربها في البتوين ما بين مركز 6 ومركز 5 بنقطه مباشره للاهلي، 2 الاهلي 1 الشرطه. وادي عبد العال كمان بادئ اللقاء، وارسال من شكري على اللاعب في مركز 4 ويستقبله خطا، وتيجي الكره كده تعدي سهله ما كانش لازم نتلوك، ولكن بقى فرق الخبرات. وادي كره ثانيه اهي في البتوين تاخد ايد عبد الحليم وتنزل بنقطه مباشره، الكور السهله دي يا حليم واكيد انت عارف ما نطلع لهاش بلوك ونسيبها لمات شانس، لانه بيعملها بريست الايد خفيفه جدا. طبعا تمتعنا بقى بتحليل المباريات كده مع الكابتن هيثم و ملوك الصلاة والدكتور فؤاد عبد السلام والكابتن هشام بدراوي، غنيين طبعا عن التعريف في الكرة الطايرة. 3 الأهلي 2 الشرطة، ما زال لسه اللقاء طبعا ما شدناش، وعبد اللطيف كمان بادئ اهو من بداية اللقاء، وادي حليم على الإرسال وإرسال ضايع حليم. قلنا نفكر حضراتكم كده ان الفرق الإفريقية ما ينفعش نمشي معاها نقطة بنقطة عشان ما نديهاش التفوق، لان حماسهم بيبقى عالي جدا، ونفتكر مع بعض ان الاهلي حامل اللقب ل 12 مره منذ بدايه البطوله في 1980،
وادي ارسال تاني مع استقبال غير متقن المره دي من شكري، وترجع كده بكره سهله بتتسقط خلف حوائط الصد بنقطه مباشره من عبد العال. اربعه الاهلي ثلاثه الشرطه، وما زال لسه اللقاء مش واضح ليه معالم فنيه. وادي ارسال قوي من اود، ولكن استقبال جيد المره دي واعداد في المنطقه الخلفيه واسقاط كده، ولكن عبد العالي استنى بقى هو وعبد اللطيف وياخدوا كره كده من الادوار العليا بنقطه مباشره للنادي الاهلي. هنشوفها كده في الاعاده، وادي فعلا عبد العال بيلقط الكره على طول. مغناطيس يا ولد في ايديك والله. ارسال تاني من اود، ارسال قوي، استقبال غير متقن يعدي الناحيه الثانيه، ولكن كره كده مرتده تعمل دربكه في ملعب النادي الاهلي وترجع تاني سهله في ملعب الشرطه، وتاني اهي في منطقه السنتر، ولكن دفاعات قويه وضرب قوي بقى من المنطقه الخلفيه يلاقي دفاعات كده ولكن خارج الملعب من ايد اود. 6-3 بدا اهو الاهلي يشتغل، بدا يسحب كده في السكور، وده المطلوب من بدايه اللقاء عشان يتم التفوق من اللحظه الاولى. وادي بقى هدوء ميدو مصلحي المعهود وقد ايه الكاميرا معبره فعلا. تاني استقبال خارج الثلاثة متر غير متقن، تتشد كده في مركز اربعه، صح كده عبد اللطيف. طبعا الخبره العاليه بقى لتيفا نجم سنتر بلوك 35 سنه، شاف ان الكره كده مش متهيئه كويس للعيب اربعات، سابه وحط الكره في الشبكه. 7-3 الشرطة، وقطب بارساله الرابع على التوالي، ولكن المره دي قطب خارج الملعب، لعبته بريسك عالي كده عشان ياخد نقطه مباشره ولكن خارج الملعب. 4-7 الأهلي المصري. ارسال سهل، وادي استقبال متقن من شكري، وكره في مركز اربعه يضربها عبد العال بخارج ايديه كده في الزوايا من حوائط الصد الايفواريه. 8-4 الشرطه، وما زال الاداء هنقول عليه سجال، مفيش فنيات عاليه لسه اتقدمت. الكره بتخلص من ايد المهاجمين مباشره بدون وجود تغطيات او حوائط صد او دفاعات قويه من الشرطه الايفواري. طبعا بقى كتيبه النادي الاهلي في البطوله دي الجهاز الفني والاداري، بنلاقي ان محمد مصلحي مدير فني، ومدرب عام تامر مجدي، مساعد مدرب محمود جمعه، محلل تقني محمد زكريا، اخصائي علاج طبيعي هيثم عاطف، مخطط احمال الحسن عبد المجيد، مدلك عبد الرحمن مكي، مدير اداري خالد ابو زينه، اداري ايمن علي، طبيب الفريق محمد شوكت. واللاعبين طبعا غنيين بقى عن التعريف، كلنا عارفينهم. عبد الله عبد السلام كابتن الفريق وصانع العاب، عبد اللطيف عثمان وعبد الحليم عبو وعبد الرحمن حسين ومحمد عادل لاعبين من مركز ثلاثات، احمد عبد العال ومحمد عبد المنعم وشكري الجويني واحمد سعيد ويوسف حمدي الصافي لاعبين مركز اربعات، محمد معوض ليبرو، محمد رمضان ليبرو، وحسام يوسف صانع العاب مع عبد الله عبد السلام. ارسال تاني من عبد العالي، استقبال غير متقن واعداد مركز اربعه، ولكن بقى حائط صد ثلاثي قوي جدا من عمالقه النادي الاهلي حسام يوسف رقم 12 وعبد اللطيف الخبره العاليه، ومعاهم شكري الجويني طبعا لم هنا حائط صد ثلاثي. وادي ارسال مسقط تاني، ولكن استقبال جيد وكره كده باي لك اي حاجه تطلع خارج الملعب وتعمل فارق كبير للنادي الاهلي 10-4. نفتكر المجموعة الأولى اللي بتضم الأهلي والسجون الكيني والشرطة الإيفواري وسبوار الكونغولي ونيمو ستار الأوغندي وريد سكين من ليسوتو. وطبعا حتى الآن الأهلي عنده فوز بالأمس، وسبوار الكونغو الديمقراطية عندها فوز بالأمس. هنشوف كده بقى هيصفر إيه النتائج بقية المجموعة، وطبعا نفتكر إن هو دوري من دور واحد. وأدي تايم أوت يطلبه مدرب الشرطة الإيفواري سوما باجيت المدير الفني للشرطة. مع حضراتكم سريعا مباراة اليوم الأول بالأمس كان
نتائجها فوز الاهلي على نيمو ستار الاوغندي 3-0، واسبوار الكونغولي او الكونغو الديمقراطيه على الشرطه الايفواري 3-0، والسجون الكيني على ريد سكين من لسوتو 3-0، والسويحلي على بافيا الكاميروني 3-0، وفوز سوين بلو من سيشل على دي جي اس بي الكونغولو 3-1، وفوز الطيران بن باريكلو على فاينانس البنيني، وفوز اهلي بنغازي على جامعه زيمبابوي، وفوز الشرطه البنيني على مونجانزا الكونغو الديمقراطيه 3-1، وفوز سموحه على فاب الكاميروني وكانت مباراه قويه جدا 3-2، وفوز بورت الكاميروني على ديتشيا الاثيوبي 3-1، وفوز الخدمات الكينيا على اولمبيك ميليا الجزائري 3-1، وطلائع الجيش اخيرا ختم اليوم امس بفوز على كامبالا سيتي الاوغندي 3-0. هنكمل مع حضراتكم نتائج النهارده حتى المباراه اللي قدامنا بعد اول توقف، و12 4 لصالح الاهلي 13، وطبعا الفارق دوت مش هيسمح لنا بقى بالفنيات العاليه زي ما بنقول كده وزي ما قلنا امس اللي هتطلع من فريق النادي الاهلي، ولكن هو بيكسب باقل اداء ممكن واي تشكيل موجود في الملعب بيكسب، وادي احمد سعيد تاني، وهنبقى نقول لحضراتكم احصائيات مباراه امس بالنسبه للاهلي ومين البيست سكولر او افضل محقق للنقاط بالامس، وطبعا الفارق واضح جدا 14-4، وارسال تاني من احمد سعيد مع استقبال خاطئ وارساله سريع المره دي، احمد ما بيلعبش سبايك قوي مع الوزن ولكن بيلعب سبايك فلوتر او ارسال فلوتر مع الوزن، بيبقى اصعب بكتير مع الفرق اللي استقبالها بيبقى قليل. وادي بقى حوار جانبي كده بين تيفا وحسام، وتاني احمد سعيد بارسال سريع ولكن استقبال جيد المره دي وفي مركز اربعه، وكالعاده حوادث الصد القويه جدا لحسام وتيفا وشكري الجويني، ويوصلوا للنقطه 16-4 بتفوق واضح جدا لفريق النادي الاهلي. يعتبر النهارده المباراه حتى الان نزهه لفريق النادي الاهلي او تمرينه ارسال واستقبال كده خفيفه شويه، واكيد بقى الكابتن ميدو مصلحي عامل حسابه في الاحمال بتاعته وظبط بقى تمرينه الصبح انه يبقى قوي، لانه شاف اكيد الفرقه دي امبارح وعامل عليها سكاوتنج وعارف فين مدخلها بالظبط وهيقدر يعمل عليها ايه، وشاف اكيد ان الفرقه سهله، فبالتالي في لعيبه حمل عليهم النهارده وريح التشكيله شبه لقاءات اليوم الثاني. فاز الشرطه البنيني على جامعه زيمبابوي 3-0، والخدمات العامه الكيني على ولايه ديتشا الاثيوبي 3-1، وسموحه على موانجازا الكونغولي 3-0، وبكده تتاهل سموحه بالفوزين دول، وفوز الطيران على سوين بلو بطل سيشل 3-1، برضو مبروك للطيران وشبه التاهل كامل ان شاء الله لسموحه والطيران، ونيمو ستارز الاوغندي على ريد سكين بطل لسوتو 3-0، واهلي بنغازي الليبي على فاب الكاميروني 3-0، وكده الفاب يبقى مهزوم مرتين واظن ممكن يكون امله في التاهل قليل شويه، وبافيا الكاميروني على دي جي اس بي الكونغولي 3-0، والسويحلي الليبي فاز على فاينانس البنيني، ويبقى كده برضو السويحلي في طريقه الى التاهل، واسبوار الكونغولي اللي شكله كده مقدم عروض قويه فاز على السجون 3-0، وممكن يبقى الاسبوار الكونغولي هو والنادي الاهلي المصري المتاهلين من المجموعه الاولى، وهتبقى مباراه قويه على ما اظن ما بين اسبوار الكونغولي والنادي الاهلي، وبورت الكاميروني مع طلائع الجيش فاز طلائع الجيش 3-0، والف مبروك، وان شاء الله الاهلي النهارده بيختم مباراته دي بقى بالفوز كمان المستحق. طبعا احنا شايفين الاداء وشايفين قد ايه الدنيا سهله مع النادي الاهلي، فارق سكور كبير جدا طبعا بيتحقق بنتيجه ارسالات قويه او ارسالات تكتيكيه خططيه سريعه من النادي الاهلي، بتعمل الفارق للنادي الاهلي، وزي ما احنا شايفين قدامنا 19-4 يعني مباراه من جانب واحد، ولكن طبعا مش تقليلا من الشرطه الايفواري، هو بيلعب قدام بطل القرن وبيلعب في ملعب النادي الاهلي، بطل البطوله الافريقيه السابقه، بطل الدوري العام المصري من اقوى الدوريات اللي موجوده، وادي طبعا استقبال تاني، وعبد اللطيف كده بسهوله وارتياحيه ياخد الكره فيرست تايم بلوك على طول من على الشبكه بنقطه مباشره 20-4. احمد سعيد ما زال على الارسال،
الارسال العاشر ليه، وادي كره كمان بيكمل بقى الراجل على فرقته وبيضرب كره كده نوت باص في قلب الشبكه 21-4. وتايم اوت بيطلبوا الشرطه الافواري لمحاوله تصحيح الاخطاء الواضحه جدا في الاستقبال. وادي الكابتن رؤوف عبد القادر مدير النشاط الرياضي للنادي الاهلي. الداتا فولي لمباراه امس ما بين الاهلي المصري ونيمو ستارز طلع فيها محمد عادل او دولا افضل ضارب بيست سكورر، وكان عنده 23 محاوله حقق منهم 8 نقاط مباشره. وطبعا تفتكروا امبارح لما قلنا على جورج ابرو رقم 13 عمل 39 محاوله حقق منهم 8 نقاط، من ال 39 دول ضرب 23 كوره حقق منهم 7 نقاط مباشره على النادي الاهلي. ودولا عمل 7 كور محاولات للحصول على نقطه في الاتاك او في الهجوم حقق منهم 6 نقاط مباشره. وطبعا بقى البلوكات هنلاقي ان عبد الرحمن حسين اللاعب صغير السن الوارد الجديد للاهلي عمل 6 محاولات في البلوك حقق منهم 2، واحمد محمود عمل محاوله واحده وحققها، يعني نسبته تعتبر 100%. على النظير بقى 6 محاولات لمانجين سياك من فريق نيمو ستار، ولكن طبعا حقق منهم نقطة واحدة. فطبعا في فارق هنا في القياسات وفي الداتا فولي بتبين لنا قد ايه كان النادي الاهلي متسيد بالامس نتيجة واداء. وطبعا النهاردة معلش احنا بنخرج كتير من المباراة حتى الان نظرا لان زي ما قلت لكم في سهولة في الاداء. احمد سعيد مسك الارسال من النقطة العاشرة محقق بيها لغاية 24 ما شاء الله 14 نقطة، بيدل طبعا على سهولة متناهية في الأداء، وختم فعلا الشوط الأول 25-4. نفتكر مع حضراتكم إن النادي الأهلي نادي القرن هو بطل النسخة السابقة رقم 36 لبطولة الأندية الإفريقية أبطال الدوري، وطبعا مشواره كان في البطولة للعام السابق أو للنسخة السابقة كان فاز على بافيا الكاميروني 3-0، وفاز على الترجي التونسي 3-0، وفاز على أهلي بنغازي 3-1، وفاز على السجون الكيني 3-0 في دور الثمانية. بعد كده دخل لدور نصف النهائي فاز على اهلي بو عراريج او برج بو عراريج 3-1، وفاز على النجم الساحلي في النهائي واخد اول البطوله في النسخه السابقه. وطبعا عارفين ان هو ليه رصيد 12 بطوله بفارق كبير عن الانديه التونسيه دبل سكور يعتبر، ودي البطوله ان شاء الله اللي هتكون رقم 13. والصفاقسي التونسي ليه 6 القاب بس، يعني مهما عمل وهو كمان مش مشترك معانا طبعا لغياب الانديه التونسيه عن البطوله الافريقيه. ادي بقى الدكتور طارق الادور رئيس اللجنه الاعلاميه كده بالاتحاد وبالبطوله. كنا وعدنا حضراتكم من امبارح في مباراه امس ان احنا هنقدم بطل من تاريخ النادي الاهلي اللي صنع بطولات وصنع انجازات للنادي الاهلي والاسم النادي الاهلي، ويعتبر من الناس المتوجين داخل النادي. واسمحوا لي بدايه هبدا بكابتن نور الدين عطيه مواليد 57، وكان لعب كره طايره كده بالنادي الاهلي من سنة 73 لسنة 88، وكان كابتن الفريق في سنة 86 حتى 88، وحصل على بطولة أوروبا لكأس أحسن فريق ضمن 56 فريق شاركوا في البطولة كانت في هولندا. وطبعا بقى حصل على بطولات للدوري والكأس مع النادي الأهلي وبطولات إفريقية، ولاعب بالفريق القومي المصري
كان من سنة 76 حتى 81، وبطولة مهرجان الشباب العربي بالعراق سنة 76 وحصل ساعتها على البطولة، وطبعا شارك بقى مع المنتخب القومي الحاصل على بطولة إيران عام 77 والمشاركة بكاس العالم باليابان في نفس السنة في 77، وحصل على بطولة إفريقيا بدورة الألعاب الإفريقية بالجزائر عام 78. وطبعا ما يخفاش عليكم بقى حصول الفريق ده كان على وسام الجمهورية من الطبقة الثانية، وكرموا ساعتها رئيس الجمهورية بحصولهم على الألعاب الإفريقية بالجزائر، وشارك في بطولة العالم بإيطاليا 78، وشارك ضمن الفريق القومي في دورة البحر المتوسط بيوغوسلافيا. حصل على دراسات في التدريب كانت بدايتها في دولة الإمارات تحت إشراف الخبير الياباني ماتسوديرا والخبير الروماني سوتير، ودول من أعلى أو من أهم الخبراء اللي كانوا بيدوا محاضرات في ذلك الوقت في الكرة الطائرة. وطبعا درس في الولايات المتحدة الأمريكية المستوى الأول، وأخذ شهادة من جامعة كنتاكي الأمريكية في التدريب، وشهادة من الاتحاد الأمريكي في المستوى الأول سنة 85، وشهادة من الاتحاد الأمريكي أيضا في المستوى الثاني سنة 85، وحضر العديد من الدراسات داخل جمهورية مصر العربية، منها مستوى الثاني ببورسعيد، والأول كان ساعتها حصل على المركز الأول على الدراسة في سنة 86، وشهادة من الاتحاد في الإحصاء أثناء البطولة الآسيوية السبعة، وطبعا بقى شهادة تقدير من النادي الأهلي لحصول فريق الكرة الطايرة على كاس البطولة العربية للعام الثاني على التوالي تحت قيادته، وكان شهادة كمان من وزارة الشباب والرياضة لمكافحة المنشطات ذلك الوقت، ودرب بقى العديد من الفرق منها فريق 19 سنة بالنادي الأهلي، وبعد كده طلع على نادي الشعلة السعودي، وطلع منها على الأهلي القطري، ثم رجع تاني لبيته النادي الأهلي ودرب فيه من 97 ل 98، ومسك منتخب مصر للناشئين في الفترة من 98 حتى 99، وبطولة بقى دورة موسكو للألعاب للناشئين وبطولة إفريقيا ومنتخب الجامعات، يعني عنده سجل كبير جدا. وحبينا بس نقول لحضراتكم النهاردة بدأنا كده بالكابتن نور عطية، إن شاء الله في كل مباراة للنادي الأهلي هنجيب اسم كبير من أسماء النادي الأهلي وشارك وساهم، وطبعا هيكون ليه تاريخ بقى داخل النادي الأهلي ومحبوب بقى شخصيا كمان داخل النادي، وهتتوالى القصص وهتتوالى الحكايات مع بطل صنع تاريخ لاسمه والاسم النادي الأهلي. نرجع تاني لماتشنا اللي يعتبر النهاردة تحصيل حاصل، لأن الأهلي مش لاقي أي صعوبة في مواجهة الشرطة الإيفواري، حتى أحمد سعيد هنا كرة كده راح لها شوية فنس خطأ وبيلوم على البلوكات. وهنا الميزة بقى اللي عن شكري جويني زي ما شفنا في اللقطة الأخيرة، يا ريت تتعاد كده، بيبص الأول على البلوك وعلى المكان الفاضي وبيلعب بسهولة جدا بريست إيديه داخل المنطقة الخالية من الدفاعات ومن الخالية من الحوائط الصد، وبيحقق نقطة سهلة للنادي الأهلي. وأدي رسال كمان مؤثر شكله كده خططي، طبعا موجهه فيه بقى الكابتن ميدو مصلحي قبل المباراة في محاضرة كده، مين هم اللاعبين اللي عندهم استقبال سيء. طبعا ده كله بيتم عن طريق الداتا فولي، وانا شايف ان اللعيبة بتنفذ خطة مدربها باتقان، وده اللي مسهل عليهم الاداء حتى الان، ولكن لسه شوية في حوائط الصد ما قفلتش كويس، والدفاعات الاهلوية ما زبطتش مع حوائط الصد، واربعة الاهلي المصري، اتنين الشرطة الايفواري. وادي محمد رضا اللي حل كده من بداية اللقاء، ارسال سهل واستقبال اكتر من رائع. وادي حسام يوسف بقى برشاقة ومرونة كده صاحب الايد الذهبية حسام، واللي بتميز برشاقته مع طول قامته، ما شاء الله حسام عنده 2 متر 6 طول، ومع ذلك بيوصل للكورة بارتياحية جدا وبيقلب الكورة كده في منتصف الشبكة ياخدها على طول حليمه بنقطة مباشرة. وادي كرة تاني بترجع برضو لحسام ويقلبها برضو برشاقة، ولكن ما كانتش مظبوطة شوية، حسام يحاول فيها قطب. وادي هنا البلوكات اللي لسه ما ظبطتش قلنا، وعبد اللطيف كده بيهرب شوية مع قطب وبتفتح منه الزوايا، هينبه عليها اكيد الكابتن محمد. ادي فعلا اهو ان الكرة مضروبة في مركز 6، دي مشكلتك انت يا سنتر بلوك.
باول، باول لعب ارسال سهل قوي باول وضيعه 6-3، ما فيهوش اي ريسك خالص. ما بيهداش الكابتن محمد خالص، شكله هادئ طبعا في الطباع ولكن مخه شغال على طول، ونظرات عينيه بتقول لي لعبته المعاني الكتير اللي هو عايز يقولها بلسانه، وده بيبقى اهم حاجه في المدير الفني ان اللاعب بتاعه يفهمه بالاشاره، ومحققها طبعا الكابتن محمد مشلحي بقى داخل صفوف فرقته. وزي ما احنا شايفين كده بيعمل امبارح عمل توليفه في الثلاث اشواط من تشكيلات مختلفه، والنهارده برضو نازل بتشكيل مختلف تماما عن الثلاث اشواط بتوع امس، ومازال قطب هو على الارسال وبدا يلعب بريسك شويه، ولكن الارسالات الضايعه كتير النهارده. سبعة الأهلي، أربعة الشرطة الإيفواري. وأدي قطب على اللقطة بعد ما ضيع الإرسال الأخير، وعلى الإرسال كوفي رقم 2، إرسال سهل واستقبال من أحمد سعيد جيد، وأدي بقى حسام هنا بيروح لها بصعوبة طبعا عشان طول القامة والكرة كانت قصيرة على خط التلت. يا أحمد يا سعيد لازم أشوف المعد بتاعي طويل، أرمي له الكرة عالية جدا على منتصف التلت عشان يقدر يوصل لها بسهولة، وزي ما احنا شايفين كده بيرميها أحمد سعيد في منتصف الملعب بدون تغطيات خالص للشرطه الايفواري. وادي بقى بيتعصب هنا مدربهم اللي يحاول سوما باجيت بيحاول كده مع فرقته، ولكن طبعا الاهلي مش مديله فرصه. 8 الاهلي، 4 الشرطه الايفواري في التكنيكال تايم اوت الاول. ال 12 مرة اللي حققهم الأهلي كحامل للقب في البطولة الإفريقية للكرة الطائرة رجال في النسخة 37 ومنذ انطلاقها في 1980، حقق الأهلي 1980 مركز أول، 1983، 1995، 1996، 97، 2003، 2004، 2006، 2010، 2011، 2015، 2017. لو عدينا دول هنلاقيهم 12 بطولة، وبنعمل بقى في البطولة رقم 13 كده اللي شايف أنا طريق الأهلي موهد للفوز بيها، وغالبا ممكن نلاقي في دور الأربعة الأربع فرق أو ثلاثة منهم داخل المربع من الفرق المصرية طبعا، لأن ممكن في دور الثمانية يقابلوا بعض، ولكن طبعا بنتمنى إن النهائي وقبل النهائي يبقى مصري خالص. وادي حسام بيلعب كده جمله تكتيكيه، ولكن طبعا تحس ان الفريق بيكسب باقل مجهود فمش عايز يبذل الجهد، او بمجرد ريست الايد كده احمد سعيد بيقدر يكسب النقطه، فعفوا ليه يتعب نفسه وهو قادر يكسب بسهوله. ودي استراتيجيه طبعا صح جدا من الكابتن محمد مصلحي ولاعيبه النادي الاهلي، ولكن اكيد بيتدخل الكابتن محمد مصلحي لما بيلاقي في استرخاء في الاداء او بدات الارسالات تضيع كتير، وده ممكن يبوظ تكنيك اللاعبين داخل البطوله، وبيحاول بقى يشدد عليهم انك انت تكسب باداء سهل ولكن باداء متقن. وحسام هنا لفارق طول القامه 2.06 ما شاء الله، وبيعكس كره لقطب ولكن تتاخد كده في ايد البلوكات خارج الملعب. 11 الاهلي، 5 الشرطه الايفواري، وما زلنا نسمع زئير الجمهور طبعا مع تقلبات الجو بقى اللي حاصله بره والاتربه، ولكن برضو الجمهور مصمم على الحضور لمؤازره فريقه. وادي عبد اللطيف تيفا، ارسال صعب فعلا من تيفا واستقبال غير متقن من اللاعب رقم 12 تاييري، وترجع للملعب النادي الاهلي ويشدها كده كره بوش باص لشكري الجويني اللي بيلمح لعيب السنتر ما يطلعش، وبيضرب من عليه على طول في الزاويه الطويله في مركز 5 شايفين اهو، وراح هربان خلاص من اللاين، وده المميز في شكري الجويني بيقدر ازاي يتعامل مع حوادث الصد. وقت مستقطع بقى طلبه مدرب الشرطه الايفواري، 12 الاهلي، 5 الشرطه. ده بقى برامج السكاوتنج اللي بيقوم بيها
المساعدين في النادي الاهلي، وطبعا عارفينهم كلنا، كابتن تامر مجدي والكابتن عبد الحميد محمد جمعه. والسكاوتنج الاساسي بقى للنادي الاهلي او الداتا فولي او المحلل التقني كابتن محمد زكريا، كان اشتغل فتره كده مع الجيش مع الدكتور فؤاد عبد السلام ايام لما كان ماسك نادي الجيش قبل ما يبقى رئيس اللجنه المؤقته السابقه لاداره شؤون الاتحاد، وانتقل بقى للنادي الاهلي بعد خوضه كده لمراحل مع المنتخبات القوميه. فيفا ما زال على الارسال وبيلعب ارسال طويل في مركز خمسه وفعلا، ولكن استقبال متقن المره دي، وترجع كده وعبد الحليم يلحقها وتترفع تاني لشكري الجويني. زي ما قلت لكم ما عندوش زاويه يضرب فيها شكري، وده بيبقى صعب جدا على حوائط الصد. وبيعجبني اللاعب اللي من الطراز بتاع شكري الجويني اللي بيقدر ازاي يتعامل مع حوائط الصد، وملوش كره معينه يقدر يضربها، يعني بيضرب الكره الهاي باس، الكره الدبل، الكره البوش، وطبعا ملوش بقى اما يضرب زاويه بس او خط بس، لا بيتعامل مع ظروف حوائط الصد وازاي بيكسب النقطه. ودي فعلا نموذج جيد للاعب المحترف اللي جاي يفيد الفرقه وما بيكونش عال عليها، لان طبعا في محترفين جديد كتير شفناهم بيحاول كده مجرد بس ان انا عندي باور وخلاص فبتعجب بيه الناس، ولكن تيجي بقى في الاداء الفنيين يشوفوه ساعه المباريات يلاقوا الدنيا واقعه خالص منه وما بيعرفش ازاي يكسب النقطه. وادي كره تاني في مركز اربعه اهي، كان الراجل عايز يعملها ملامسه كده لحوائط الصد، لكن خبره حسام سحب ايديه وخلى الراجل ضرب في الهواء. نشوف اهو حسام لقى الراجل بيضرب من مستوى قليل، راح منزل كف ايده على طول عشان لو الكره جت فيها ما تبقاش تاتش. وما زال تيفا بيلعب في ارسالات في مركز خمسه، 15-5، طبعا سكور سيء جدا للشرطه الايفواري، وهتفضل بقى ممكن النهارده يتحرموا من العشاء ومدربه من نايمهم كده نوم خفيف عشان خاطر النتيجه طبعا القاسيه جدا امام النادي الاهلي 25-4 في الشوط الاول، وفي التكنيكال تايم اوت الشوط الثاني 16-5. اي اس بوليس الايفواري، الفرقه دي كانت افضل من كده بيتهيألي في المواسم السابقه، بس طبعا بيبقى كل فريق ليه بقى طموحاته داخل البطولات، سواء جاي بيشارك عشان يجدد دم الفريق او جاي ياخد خبرات الفرق الاخرى او عنده حاجه عايز يقدمها. لكن حتى الان شفنا مباراه امس للنادي الاهلي ما كانش فيها اي حاجه متقدمه خالص من فريق نيمو ستار الاوغندي، والان برضو نفس الفرقه مش مقدمه اي حاجه للشرطه الايفواري. سلامات كده قض، انا شايفه كان نايم على الارض وعامل بيعمل ستريتشنج كده ولا حاجه، في شد ولا ايه؟ وده قلنا عليه امبارح ان القايمه للنادي الاهلي تخلو تماما من لاعبي مركز اتنينات بصرف النظر عن احمد قض، هو الوحيد اللي بيلعب من مركز اتنين واللي متصنف قدامي على قائمه النادي الاهلي. وطبعا عندهم اربعه من مركز ثلاثه وهم عبد اللطيف عثمان وعبو وعبد الرحمن حسين وعادل اللي مريح النهارده واحتمال بقى يشترك كده مكان قض، لانه امبارح ختم الشوط الثالث وهو بيلعب في مركز اتنينات. وادي فعلا عادل اهو نزل الملعب في تغييره مع قض رقم 10 مع الدوله او محمد عادل، وبيلعب من مركز اتنين وشكله كده هيبقى هو التكر بقى من مركز اتنين مكان قض، وطبعا بيفيد النادي الاهلي وهو على الشبكه في حوائط صد قويه جدا من اللاين، وفي نفس الوقت بيدخل في اي كور اتاك زي دي المفروض بيدخل دبل سريع اهو زي ما شايفين، ولكن طبعا ما كانتش متقنه من الكونتر اتاك. وترجع تاني سهله للشرطه الايفواري اللي بدا كده يصحصح شويه وبدا يلعب في الاماكن الفاضيه، وانا شايف في استرخاء على لاعبي النادي الاهلي زي ما قلنا بداوا ياخدوا النقط بسهوله، فاكيد هينبه عليهم الان محمد مشلحي مدير الفني للفريق. وادي بقى ما بين احمد سعيد كده وطلع حسام ونزل عبد الله عبد السلام، طبعا لغرض خططي يقصده طبعا الكابتن ميدو مشلحي بعد وصول النتيجه 17 الاهلي المصري 7 الشرطه الايفواري.
والمقصود طبعا بيتهيالي كده ان عبد الله هينشط الفرقه هجوميا اكتر ويبدا بقى يتعمل له حساب داخل الملعب. ودينا شايفين مع اول كوره عبد الله عبد السلام بيرفعها في المنطقه الخلفيه، اللي قبلها كان ضربها احمد سعيد بريست ايديه وخد نقطه سهله، لكن المره دي دخل ما يقدرش احمد سعيد خلاص يضرب بريست ايديه في المعد الاساسي بقى للفريق، والفلته كده عبد الله عبد السلام اللي بتطلع الكره من ايده بشكل مغناطيس لازم تتضرب زي ما هو قايل. وادى احمد سعيد تاني بيجيد في اللقطه الثانيه بعد ما رخى كده شويه احمد سعيد في حائط صد وفي ديفنس وكره نزلت قدامه بدا يصحى تاني. وتغيير طبعا من الكابتن محمد مسلحي موفق جدا، لان ساعات الملعب لما بيكونش فيه اللاعب الثقيل او الكبير اللي جواه بتلاقي الملعب هرب شويه، وهو حاول بس يرجع عبد الله عبد السلام عشان الغرض ده، مع العلم ان حسام من المعدين الجديرين جدا والكفء. وادي كره تاني بتنزل عن شكري الجويني بسوء تقدير ليه كده وسوء تمركز في الاستقبال. كره جاست انسايد جود جادج، وادي كره تانية اهي وشكري الجويني برده استقبال خاطئ وتترفع كده في مركز اربعه من ليبرو الفريق محمد رضا لاحمد سعيد بيضربها بمنتهى الارتياحيه والقدره العاليه للوسب زي ما شايفين، وبتتدرب من فوق حوائط الصد اللاعب رقم واحد نيبت كوشي، واللي بتتدرب الكره منه كيلينج على طول بنقطه مباشره للنادي الاهلي. وادي شايفين بقى الكابتن ميدو هنا مع عادش الفرقه بدا يخليهم واقفين، وادي بقى بيطبطب على احمد سعيد كده واحمد سعيد بيعتذر له بشياكه لانه طبعا شاف ان هو كان اهمل شويه او اخطا شويه. وادي هنا بيعتذر لزمايله، هي دي الروح فعلا اللي سائده بين لاعبي النادي الاهلي. اللاعب بيحس فعلا بمدى خطاه او بان هو فرط في حق زمايله. وكان عبد الله هنا بقى بيحرج احمد سعيد بالكره دي لانه كان غلط كورتين او ثلاثه، وطبعا بقى ذكاء وفطنه من عبد الله عبد السلام. وادي دوله رقم 10 اللي بيلعب دلوقتي من مركز 2، وكره كده باستقبال خاطئ ويرجع يسحب تاني السكور ل 21 الاهلي 9 الشرطه الايفواري. حليمو ارساله سريع، حليمو لما بيلبس في ايديه بيجيب بنقط، ولكن استقبال جيد المره دي وكره اي حاجه ترجع لملعب النادي الاهلي. شكري ما بيقدرهاش كويس، وادي الساحر بقى عبد الله عبد السلام اللي بيلقط كده الكره في سنتر الشبكه، هنشوفها كده مع تيفا وبيلحقوا فيها طبعا تيفا، والناس بتطلب ان هي تكون كره محموله ولكن عبد الله بيعملها باقتدار عالي. 22-9 والحكم طبعا شايف الاداء فبيسهل عليه التحكيم شويه، وتاني في مركز اربعه. وادي حائط صد الكره ديت ممكن تكون انسايت ولكن الراجل مشاور اوت.23 وحليم مازال على الارسال، ويعني هي ناقصه بقى الراجل ده لسان حاله الراجل الليبرو لفريق دايتكو فريق الشرطه الايفواري بيقول يعني هي ناقصه الشبكه كمان، ما كفايه احنا متاخرين بفارق كبير 24-9. وبيختم بقى حليم كده ولا ايه النقطه الاخيره، وقال طبعا استقبال خاطئ من الليبرو وهترجع سهله الملعب الاهلي، ولكن تمركز برده ما كانش جيد من شكري الجويني واللي بيعمل كده كره بريست ايديه ترجع سهله لملعب الشرطه الايفواري، واي حاجه تنزل ولكن دفاعات جيده من شكري الجويني. وعادل بقى عايز يضرب الكره تحت الشبكه على طول في منطقه الثلاثة متر ولكن خارج الملعب. 10 الشرطه الايفواري 24، وبيتهيالي هيفضل المشوار لفريق الشرطه الايفواري في الشوط الثالث على هذا المنوال، وهيختم لنا كده الماتش بدري ونلحق بقى قبل ما الجو يزيد مطر ولا تراب. وبنشكره طبعا، وادي الجمهور كمان بيحاول بقى ياثر نفسيا بالتشجيع المثالي جدا لفريق لجمهور النادي الاهلي، عشاق النادي الاهلي ولعبته، بيحط لعبته طبعا تحت ضغط انك لازم تلعب بكفاءه واقتدار، وده بقى الفطنه والذكاء للجمهور الواعي. و25 10 الشوط الثاني. Thank you.
البطولات اللي فاتت كان في حضور اكتر، مش عدد ولكن اكتر فنيات من كده للفرق الافريقية. وبنلاقي بقى ان عشان ده بطولة الاندية اغلب اللاعبين اتجهوا للاحتراف وما بقوش موجودين مع فرقهم. وعندنا في لاعبي الفرق الكاميرونية بافيا والفاب اغلب لاعبيه اتجهوا لدوري الفرنسي الدرجة الثانية والدوري في الدول العربية واحترفوا هناك فعلا، وده مأثر على مستوى الأداء. هو ممكن يزيد مستوى المنتخب، ولكن طبعا الفرق الكاميرونية أو الكينية اتأثرت جدا بغياب لاعبيها. وفي لاعب منتخب الكاميرون 2 متر و14، لاعب مركز اتنينات محترف في الدوري الإيطالي دلوقتي، وطبعا عقده عقد خيالي جدا، فده بيبقى أفضل له بكتير وأفضل لمنتخبه. وده اللي ظاهر البطولة الإفريقية للأندية بالمستوى ممكن القليل شوية. وإن كان بقى الله يكون في عون الكابتن هيثم والدكتور فؤاد وكابتن هشام بدراوي هيحللوا لنا إزاي المباراة دي وهي من طرف واحد، فأكيد هيتطرقوا لنقط تانية أهم بكتير من اللقاء بتاع اليوم، وهيشوفوا كده مشوار الأهلي ممكن يبقى فين والعقبة اللي هتواجهه في الدور التمهيدي ودور الثمانية. وده ممكن نتنبأ له مبكرا طبعا لخبرة بقى الكابتن فؤاد عبد السلام والخبرة الكابتن هشام بدراوي. بداية الشوط الثالث هنفكركم بالمجموعات الأربعة اللي بتضم في المجموعة الأولى الأهلي المصري والسجون الكيني والشرطة الإيفواري وسبوار الكونغو الديمقراطية ونيمو ستار الأوغندي وريدسكين لسوتو. في المجموعة الثانية السويحلي الليبي وفاينانس البنيني، والسويحلي حتى الآن متصدر، وسوين بلو سيشل ودي جي اس الكونغو، والطيران المصري عفوا الطيران متصدر حتى الان هو والسويحلي عندهم فوزين وباقي بقى مباراتهم مع بعض، وبافيا الكاميروني اللي نال هزيمتين في اليوم الاول والثاني. المجموعه الثالثه فاب الكاميروني والشرطه البنيني واهلي بنغازي وجامعه زيمبابوي وسموحه ومنجازه الكونغو الديمقراطيه. المجموعه الرابعه بورت فولي الكاميروني، اولمبيك ميليا الجزائري، كامبالا سيتي الاوغندي، الخدمات العامة الكيني، ولاية ديتشا الاثيوبي، طلائع الجيش. ده كان تذكير كده بالاربع مجموعات اللي بتضم كل مجموعة 6 فرق، يعني 24 فريق، ودي من اكبر البطولات اللي اشترك فيها عدد فرق، وكان واصل العدد ل 32، ولكن طبعا لائحة الاتحاد الافريقي اللي ما ينفعش تزيد الدول عن 24 دولة مشاركة، واللوائح كمان اللي بتقول ان الفريق 4 فرق من كل دولة. وطبعا دوت حرم بقى نادي الزمالك اللي كان حاصل على المركز الخامس بالدوري المصري للنسخة السابقة وما نفعش انه يشترك في البطولة الافريقية. ادي عبد الله عبد السلام سايبه بقى كابتن ميدو مصلح كده قسم الجيم ما بينه وما بين حسام. حسام لعب في صوت ونص، وادي عبد الله نازل بيكمل وبارسال قوي ومتقن واكثر من رائع لعبد الله عبد السلام بيحقق نقطه مباشره في بدايه الشوط الثالث. وان كان عبد الله عبد السلام بالامس لعب 13 محاوله لكسب النقاط المباشره عن طريق الارسال، كسب 3 ارسالات بس ايس، وعبد الله معودنا على نسبه اكبر من كده طبقا للاحصائيات بقى والداتا فولي. يعني 13 ارسال يا عبد الله بالامس كسبت منهم 3، لان كانت الارسالات امبارح ما كانش فيها ريسك. وادي محمد عادل بقى دخل دوله، دخل في سنتر الشبكه من تاني، ونزل اصغر لاعب في النادي الاهلي يوسف حمدي الصافي، ومنعم كمان نزل. يعني الكابتن محمد مصلحي بيحاول ينشط كل فرقته عشان يفضلوا واخدين حساسيه المباراه ويرضي جمهوره ان كل اللاعبين شاركوا في المباريات. وادي عادل هنا بيضرب دانا كده من ايديه، ما شاء الله عليك يا عادل، يطلع في الادوار العليا، ومن الدور العاشر بيضرب كره لا تصد ولا ترد في ملعب الشرطه الايفواري.
3 لا شيء. وادي بقى بفضل الارسالات القويه لعبد الله عبد السلام، ولكن المره دي لعبوا ارسال سوفت بول كده ينزل بنقطه مباشره، وتواضع كامل لفرقه الشرطه الايفواري بدون داتكو كمان الليبرو للشرطه الايفواري. بتقع كده الكور قدامه سهله واخطاء كتيره ومتتاليه لفريق الشرطه الايفواري. وتاني كده بريست الايد لعبد الله، ولكن استقبال جيد المره دي وبلوك بدون معنى وبدون عنوان من احمد سعيد ومن دوله، ولكن الكره تخرج خارج الملعب. راجع ارتست كونام رقم 3 على الارسال، ارسال سهل جدا وايزي، ولكن الاستقبال المره دي خارج الملعب. ومنعم كده بيحاول يطلع كورته، وادي احمد سعيد بيرد كره سهله، ومنعم واقف في مركز 2 دلوقتي، ولكن هو وحمدي يوسف حمدي الصافي بيلعبوا من مركز اربعات. وادي كره هي سهله زي ما احنا شايفين في الاعاده، ولكن طبعا باقتدار النادي الاهلي بيحقق النقطه. ومنعم على الارسال مع استقبال جيد المره دي، تشد في مركز 4، واحمد سعيد بيطلع بلوك، ولكن كان جنبه دوله بياخد ملامسه للشبكه. واثنين خمسه، كابتن ميدو مسلحي بقى بيحاول ينشط كل البدايل من مركز 2، ولاعب احمد سعيد دلوقتي من اتنينات. وادي يوسف حمدي الصافي اللي راح لاقط الكوره مره كده من على سن الشبكه، وراح نازل بكره مباشره. انا بحاول اديله وضعه واديله كيانه لانه لاعب صغير مواليد سنه مواليد 2000، وقدامه مستقبل باهر ما شاء الله. يحميك يا ابني. وادي دوله ارسال تاني سهل واستقبال جيد. الكره بقت تحس انها ممله من كتر الاخطاء اللي موجوده داخل الشرطه الايفواري. وطبعا بقى اعتذاري كده للجمهور الكريم اللي قاعد امام الشاشات، مش قادرين نطلع لحضراتكم الامتاع والمتعه اللي موجود في الكره الطايره، ولكن طبعا انتوا حاسين بينا وشايفين قد ايه الاداء سهل من النادي الاهلي بيحقق لنا بيه نقاط مباشره، وقد ايه الاخطاء كتيره جدا من الشرطه الايفواري بتوسع الفارق وتقرب النادي الاهلي للمكسب بعد وصوله للنقطة الثامنة. هذه النتيجة على الشاشة 25-4 و25-10. طبعا نتيجة لبطل القرن، وإن كان الفرق اللي قدامه حتى الآن لسه ما قدمتش اي حاجه نقول عليها انها تستحق انها تخسر بصعوبه، ولكن طبعا الاداء كله سهل. كثره الاخطاء للفرق الاخرى هي من توسع الفارق، وطبعا قدره النادي الاهلي على اداره الجيمز بقى بعناصر مختلفه داخل كل شوط. وادي هنا حائط الصد اللي طلع من عبد الرحمن رقم 5 لاعب ناشئ عبد الرحمن حسين، وكان جنبه يوسف حمدي الصافي برضه لاعب ناشئ. وادي بقى بيطبطب عليه كده عبد الله عبد السلام بخبرته. ما زال دوله على الارسال، ارسال سريع واستقبال خاطئ تماما، وترجع كره سهله كده كره تشانس بول يلمها عادل ولمنتصف الشبكه لعبد الرحمن، مش عايزينها تلمس ايدي الحواط الصدي عبد الرحمن بالاخص وهي سنجل. وادي هنا تمركز خاطئ للبلوكات لعبد الرحمن، فتح الزوايا وكان داخل فيها شويه عبد الله عبد السلام، ولكن ما يقدرش يعمل للكره حاجه. عبد الله ما شاء الله 35 سنه واحترف في ايطاليا كصانع العاب. ونزل بقى محمد معوض داخل ارضيه الملعب ليبرو الفريق بدلا من محمد رضا، زي ما قلنا الكابتن ميدو بيحاول يعملها تمرينه كده خفيفه للاعبين. واللي خلص بقى زي عبد اللطيف طلع بيعمل ستريتشنج بره اطاله كده للعضلات. وحتى الراجل هنا مش عايز حتى نستمتع كمان بالاستقبالات لفرقه الاهلي، بيضيع لنا الارسال في الشبكه على طول. احنا مش بنتجنى على اي فرق، ولكن طبعا بنوصف لكم ايه اللي حاصل بالظبط. وادي احمد سعيد هيستعد لاداء مهاره الارسال. 9 الاهلي 3 الشرطه الايفواري. ويا ترى بقى هتلعب سبايك في ريسك عالي يا احمد يا سعيد، ولا هتاخده
فلوتر كده مع الوزب، شكلك كده فلوتر، فعلا فلوتر مع الوزب، كنت نهيت بيه الشوط الثاني بعد 15 نقطة محققة، ودي ممكن تدخلك في رانكينج بقى انك تبقى احسن ارسال. وادي كرة كده فيها دفاعات كويسة لفرقة الشرطة، وبيجهز للمنطقة الخلفية، ولكن عبد الرحمن بيضرب الكرة من اعلى نقطة، تلاقي دفاعات، ولكن الكرة كانت قوية جدا من عبد الرحمن بنقطة مباشرة. واخد تعليمات عبد الله يزود السريع شوية عشان تمرين لعبد الرحمن، وادي كده كرة من مركز اتنين وتاخد ايد حائط الصد، وبرده تمركز خاطئ لاحمد سعيد على استحياء كده، زعلان ان الكرة غيرت اتجاهها، لازم ابقى عامل حسابي يا احمد، قاعد تحت وبتحرك على رجليا مش مثبت نفسي. وادي باول على ارسال كرة سهلة واستقبال من منعم، وبينشط ده من الصافي عفوا، واخد كده تكنيك الاستقبال بتاع عبد المنعم. امبارح برضو غلطنا وقلنا عبد المنعم وهو كان الصافي اللي بيستقبل، وكوره كده مضروبه بقوه في منتصف الشبكه، وادي كره تانية باستقبال خاطئ. الصافي على الارسال، اتناشر الاهلي خمسة الشرطة، وارسال سريع المرة دي واستقبال من منعم غير متقن. وده احمد سعيد من المنطقة الخلفية بتغير اتجاهها، ولكن دفاعات قوية لفريق الشرطة الافواري، وبيعمل الراجل كده كرة دبل بيحسب عليه الحكم الاول، و 13 خمسة. وادي بقى عبد العال هنا شايفه كده بيعمل استريتش ولا ايه، شكلهم عملوا النهاردة تمرينة تقيلة شوية، لكن طبعا في بقى مخطط احمال مع فريق النادي الاهلي ومظبط احماله كويس وعارف هو بيعمل ايه على فرقته. وادي هنا استقبال تاني خاطئ، وهترجع الكره سهله اكيد لملعب النادي الاهلي فعلا، وتمركز من عبد الرحمن كده اللي بينقذ الكره بطريقه التوم وجيري كده، نازل على الارض بطريقه خشنه شويه، لازم بقى نتعلم يا عبد الرحمن ازاي نعمل الدايف وازاي نعمل الرولين والكلام ده، بيبقى فيه مرونه شويه عشان تحمي نفسك من الاصابات. مستقطع بيطلبه الشرطة الإفواري كالعادة وهو متأخر بتسع نقاط، 14 الأهلي خمسة الشرطة. طبعا ما أرهقتناش النهاردة المباراة في حاجة خالص، وبنوصف بس حاجات ممكن لو المشاهد العادي قاعد قدام الشاشة ما يحتاجش لصوتنا أصلا. إرسال بيتلعب بسهولة وبتكتيك عالي من النادي الأهلي، نلاقي استقبال خاطئ من الشرطة الإفواري، ترجع لنا الكرة سهلة في ملعب الاهلي، يهاجم بهجوم بيحقق بيه نقطه مباشره بدون ولا حوائط صد ولا دفاعات، حتى بيحاولوا كده على استحياء فريق الشرطه انه ياخد نقاط متتاليه، ولكن ما بيعرفش لكثره اخطائه ولعناصره طبعا البدنيه اللي ناقصه جدا من التحركات السريعه للاعبين وطول القامه. وهنا كان بينبه الحكم الثاني لان في لاعب نايم على الارض بيعمل استريتش والمفروض يروح للمنطقه الخاصه او المخصصه للاحماء. وادي عبد الرحمن ارسال سهل عبد الرحمن واستقبال غير متقن الى حد ما، وادي بقى حائط الصد الدوله وعبد الله عبد السلام كده بنقطه مباشره ويعمقوا الفارق لعشر نقاط. مباراه سهله جدا بالنسبه للحكم ايضا، مش لاقي فيها اي صعوبه خالص. وادي هنا محاوله تغييرات من مدرب الفريق باجاتا سوما، عبد الرحمن ارسال صعب المره دي، عبد الرحمن برافو عليك ويحقق بيه نقطه مباشره. 16 الاهلي في التكنيكال تايم اوت الثاني، 16 5. بيتهيألي خلاص كده الشوط محسوم بالنسبه للنادي الاهلي، بيكسب بالارسال زي ما قلنا باقل مجهود، ما بيحتاجش اي توتر ولا اي حاجه في صفوفه،
والاخطاء طبعا المتتاليه للفريق الايفواري بتسمح للاهلي بالاداء المتقن في كل مهاراته. مفيش اي ضغط من الفريق الاخر على النادي الاهلي. طبعا كلنا مستمتعين بالنتيجه اللي حققها النادي الاهلي في الشوط الاول 25-4 وفي الشوط الثاني 25-10، ولكن ينقصنا طبعا الاستمتاع بقى بالاداء العالي جدا لمهارات الكره الطايره اللي بنعرفها عن النادي الاهلي وبنعرفها عن بعض الدول الافريقيه اللي هتصادفنا بقى في الادوار ان شاء الله من بعد الدور التمهيدي كده. هنلاقي في دور الثمانيه اكيد فرق بتتميز بالقوه، منها السويحل الليبي ومنها طبعا الاربع فرق المصريه المشتركه، وطبعا من اقوى الدوريات اللي موجوده هو الدوري المصري، وحتى الدوري التونسي بيقتصر على ثلاث فرق او اربع فرق بكتير، ولكن بنلاقي ان الدوري المصري هنا فيه ثمان فرق بيتميزوا كلهم باداء عالي، وطبعا بيحسم بقى في الاخر الخبرات والامكانيات المختلفه للفرق الكبيره، ومنها طبعا النادي الاهلي اللي حسم بطوله الدوري الممتاز بنتيجه فوز مستحق على اغلب الفرق، ويمكن خسر اصوات قليله جدا داخل البطوله. سبعتاشر الاهلي خمسه الشرطه، وما زال عبد الرحمن على الارسال. تمرينه ارسال جيده جدا لفريق الاهلي، بياخدوا كده ريسك في الارسالات الفلوتر، وطبعا بقى الضعف اللي موجود في فرقه وادي خبره عبد المنعم، ولكن دولة كان لازم تبقى عاليه شويه عشان سنتر بلوك اللي واقف، وجود تراي محمد عبد الرحمن حسين، وجود ارسال يا ولد هيخرج بقى هو وينزل مكانه الليبرو ويريح كده، وما اظنش انه يلحق اللفه الجايه. 17-6 ممكن يختم اللقاء في اللفه دي، وهو بالاخص عادل على سنتر الشبكه، وادي كمان بيزود هنا ب اللاعب الواعد يوسف حمدي الصافي، وادي عبد الله الله عليك بخبرتك يا عبد الله وما شاء الله بطول قامتك. عبد الله عبد السلام مميز بطول قامه 1.94 متر، وعنده ارتقاء للهجوم 3.36 متر، بيعمل كره بخبره عاليه كده في ايد اللاعب رقم 9 للفريق الايفواري جونسان اللي بياخد بيها تاتش. وادي ارسال عبد الله القوي جدا، الراجل بيقع بعد ما بيستقبلها، وحائط صد قوي ايضا من منعم ودوله، وترجع كده كره سهله ياخدها بقى معوض ولا ايه، ولكن الحكم حاسب خطا على فرقه الشرطه الايفواري. و19 6 عبد الله عبد السلام ما زال على الارسال، ارسال المره دي بريست ايديه في نفس المكان اللي جاب بيه نقطه مباشره، وفعلا منعم بيصطاد الكره كده من على الحافه العليا للشبكه بنقطه مباشره. عشرين الاهلي ستة الشرطة الايفواري، وتايم اوت مش عارف يعني الراجل ليه فلسفة في التايم اوت بتاعه ولا ايه، بس هل يا ترى لما بياخد التايم اوت بيقدم لنا شيء جديد؟ بنلاقي الفرقة نزلت ومزيد من نزيف النقاط وما بيقدمش حاجة بالتايم اوت، ما هو الا ايقاف بس لتقدم فريق المارد الاحمر فريق النادي الاهلي. بدأنا خلاص كده مع حضراتكم بقى نلم اوراق المباراه. 20-6 طبعا سكور كبير قوي لفريق بيشارك في بطوله افريقيه مميزه جدا بالعمالقه، وبطوله تستحق فعلا ان نشاهدها، ولكن طبعا الضعف اللي ظهر في اول يوم والنهارده مش بتقلل من حجم البطوله، ولكن طبعا هنشوف بقى الفرق القويه كلها الثمان فرق هيتجمعوا في دور الثمانيه ان شاء الله، ونستمتع كده بالاربع فرق المصريه داخل دور الثمانية، وربنا يكرم إن شاء الله ويكملوا للأدوار قبل النهائية. وادي أرتيست إرسال سهل، والله عليك يا عبد الله برشاقة ومرونة وقدرة كده على التحكم في الكرة، بيرمي كرة من خلف الثلاثة متر لدولة، ولكن طبعا كانت دولة ما توقعهاش، فحاول كده يكسب بيها نقطة، ولكن ترجع سهلة لملعب النادي الأهلي، ونقطة لفريق الشرطة الإيفواري. 28 وما زال ارتيست على الارسال، وتمركز خاطئ لمعوض ولاحمد سعيد واللعيبه المستقبلين الموجودين في ارضيه الملعب، ولمنعم طبعا اللي بتحقق بيها نقطه مباشره في مركز واحد. ما زال ارتيست النقطه الثالثه ليه، ولكن استقبال المره دي قال شويه من الصافي خارج منطقه الثلاثه متر،
وكره بتاخد حواط الصد وتطلع خارج الملعب من احمد سعيد، وبيحقق بيها نقطه مباشره، النقطه 21-9. منعم ارسال سريع واستقبال خاطئ من الفريق الايفواري، وترجع سهله جدا يستقبلها سعيد، وادي في منتصف الشبكه ياخدها دولا من الادوار العليا بنقطه مباشره من منتصف الشبكه، و22 9. وادي ارسال تاني مع استقبال خاطئ من الفريق الايفواري، ومنعم ما زال يتالق كده في ارسالات سهله بتحقق نقاط سهله لفريق النادي الاهلي على فريق الشرطه الايفواري. تاني منعم 23-9، ولكن ضايع المره دي يا منعم الارسال، كنا عايزين نكمل معاك لاخر الجيم. هنضطر بقى نشوف مين اللي على الارسال من الشرطه الايفواري. 10-23، اللاعب رقم 9 من الشرطه جونسون، وادي ارسال تاني سهل مع استقبال جيد والصافي، ولكن تعمل تاتش كده في الصافي وهو بيشوط وتتحسب النقطة للشرطة الإيفواري في النقطة ال 11، وهيصحوا ولا إيه؟ ولكن طبعا فارق السكور كبير جدا، فارق 12 نقطة، ما يسمحش الفريق إنه يعوض كل الفارق ده، ولكن طبعا ما فيش مستحيل في الكرة الطايرة. وأدي تاني جونسون وإرسال سهل واستقبال أكتر من رائع، وأدي جملة بقى خططية كده بيطير فيها عادل من منتصف الشبكة وتتركب في سنتر الشبكة لأحمد سعيد اللي بيكون التمركز بتاعه صعب شوية، لكن بيحقق النقطة بسهولة قوي من فريق الشرطة الإيفواري. 24-11 لصالح النادي الأهلي، وبسهولة النهاردة يفوز النادي الأهلي إن شاء الله من إرسال عادل كده ولا إيه؟ وأدي فعلا إرسال مع استقبال خاطئ كالعادة، ترجع الكرة سهلة ولكن بقى بحوائط صد قوية، ياخدها عبد الرحمن يحقق الفوز بثلاثية نظيفة على الشرطة الإيفواري. أعزائي المشاهدين، عارف إنكم ما استمتعتوش النهاردة باللقاء فنيا، ولكن يهمنا طبعا النتيجة، ومع الكابتن هيثم بقى والدكتور فؤاد عبد السلام والكابتن هشام بدراوي هيحللوا لنا كده الأداء ويشوفوا الأهلي رايح لفين في المباراة القادمة. كان معكم عزب الشربجي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.